احنا ازاي. عمر عايزين نقول لك الف مبروك اول تجربه انتاج وبرضو اكيد واضح ان في دور مميز والفيلم كله مختلف، عايزين تكلمنا عنه وايه اللي شجعك انك تقدم الفيلم ده. قناعتي بالفيلم كمشروع السيناريو، انا كنت لما ترشحت له فيه كممثل في البدايه خالص من حوالي سنتين لقيته من افضل السيناريوهات اللي اتعرضت عليا في الفتره الاخيره من بعد ما عملت اشتباك في بعض الافلام المهمه يعني. حصل شوية تعثرات إنتاجية لإنتاج الفيلم، فلقيت إنه ده من أفضل الأعمال اللي ممكن واحد يبتدي بيها، وقلت أخد التجربة وأغامر. يمكن إن شاء الله أقدر أعمل عمل مختلف، وخصوصا إن الممثل لما يكون كمان بيفكر بشكل بدماغ البروديوسر يعني على ما أعتقد ممكن يطلع نتيجة مختلفة. البطل كلهم على رأس ماريونيت، مين بيلعب بيهم في الفيلم؟ الكتابة مش دي الكاتش بيلعب بيهم، دي بقى تقدير الجمهور مش تقدير يعني. لو انت امتى تلعب بيك في الدنيا؟ والله يعني على ما اعتقد مش لازم تبقى قوة معينة يعني او اتجاه معين هو اللي بيتحكم في كل الاشخاص في آن واحد. ممكن كل واحد وتركيبة شخصيته هي اللي عنده قوة معينة هي اللي بتتحكم فيه، ممكن نفسه ورغباته وشهواته واطماعه، خيره وشره وانتصاره هزايمه، حاجات كتير. انت واجهت مؤخرا أزمة كبيرة، مجرد ما قلت هدخل مجال الانتاج اتقال اشاعة ان الفلوس جاية من محمد علي وده كان سبب في توقف بعض مشاريع ليك، ترد على ده تقول ايه؟ والله انا ما عنديش ردود على الكلام ده، لانه في الاخر انا شاغل نفسي بالفيلم مش شاغل نفسي باي كلام جانبي اخر. شايف مين اللي ورا الاشاعة دي وده برضو حرب مبدئية ضدك؟ لا انا مش مؤمن بنظرية المؤامرة ولا الحروب، لكن في الاخر انا ما ببصش على اي شيء اخر غير الفيلم، وده اللي في وقتها لما حصل الكلام ده قلت انا مش شاغل نفسي باي حاجة غير الفيلم، وعلى ما اعتقد يعني اللي عنده دليل على حاجة كان يظهر ولا ما عندهش اي حاجة. كان المفروض يبقى في شراكة مع احمد عبد الباسط وتوقفت كمان المفروض في فيلم. لا ما كانش لي علاقه يعني، ما اعتقد الاستاذ احمد البسط كان عنده مشاريعه الخاصه، لكن لا العمل من البدايه كان مش الفيلم ده تحديدا، او كان في مشروع عموما كان هيبقى بينكم شراكه انتاج يعني. لا ما كانش فيه، لانه ده اول عمل ليا يعني، ما كانش لسه ملحقتش يعني ابقى اخلق شراكات، لانه كنت لسه بقيس التجربه ومش عارف انا يعني المستقبل بقى هو اللي هيثبت احنا رايحين فين يعني. ان شاء الله. الكوميديا دايما كانت لها طبع خاص في كل اعمالك، هنا انت هتبقى كوميديا ولا مفيش كوميديا خلاص الدور يعني؟ لا خالص، دي مفاجاه عمر الدور كله. لا هو انا اساسا كمان مؤمن ان الكوميديا بتنبع من الموقف يعني، السيتويشن كوميدي هو الاساس، وهيجي وقت ان شاء الله وهنقدر نعمل حاجه باذن الله ليها علاقه بالكوميديا ان شاء الله. شكرا يا فندم.